السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. زياد المشموم وكذلك فادي بن شوق الذي كان مصاب وليس في الفورما، ثم الجهه اليسرى بن حميده يعود مكان كيف لاعب قاعد يعمل من عنده سنتين في النادي الرياضي الصفاقسي، قاعد يلعب في المحور، نعرفوه المنصوله وافضل من شوات، لهذا ممكن جدا هذا الشيء اللي حبيت نوصل له، كونه اللاعب خير كونه شوات ما يبداش به ويشوف يشوف المقابله كما يلزم باش ينزل. الحاجه الباهيه كونه حتى ضد منافس متواضع النادي الرياضي الصفاقسي وصل الحقيقه يعني حتى انت يا عماد الان رغم ابتعادك عن الميادين لسنوات طويله ممكن ترجع وتعمل نفس شفنا سولا، ولو أن المنافس مش روبير، المنافس كل تقريبا انتدابات جديده، وهذه هي ممكن الفرصه لهؤلاء جاكيتي وكذلك الحرزي. تغيير نسيم بن خليفه اللي تحدثت عليه وسائل الاعلام لما كان في منتخبات الشبان في المنتخب في سويسرا المقام الثاني. صحيح، بن حميد الان اصبح تقريبا في التشكيل الاساسي للترجي الرياضي التونسي. على فكره هذه المباراه مهمه جدا ايضا لعديد اللاعبين، هذه المباراه من اجل التاكيد ايضا الحارس دحمان وبعض اللاعبين على للمره الاولى اساسي هذا الموسم. على كل سنستمع الان للنشيد الوطني. واحد واحد الشوط الأول بالنسبة لكابتن عماد المهذبي الآن. شكرا للزميل هيك لهذا الموسم الذي تنقل عبر منافسات بطولة الدوري التونسي حصريا لكل مشاهديها في كل مكان. المواناة من خلال منافسات السوبر ومن ثم بعد ذلك مباريات البطولة الأفريقية وكرة تأتي اللحظات القليلة الماضية بعد هذه المحاولة التي مرت وابعدها بدران الى خارج ارضيه الملعب. تدخل من شعلالي قصيره ملعوبه الكره وصلت الى اللاعب اللي هو دياكيتي، عرضيه داخل منطقه الجزاء خطيره لا زالت، لكن يبدو بان هنالك رايه. نعم هذه الكره، هذه المحاوله وبعد ذلك الرايه، يعني خليجيا نقول في مثل من الهريس نبني المله، يعني من الفرص والمحاولات والسيطره عدت الان. ولو ان الصفاقسي توصل الى المرمى على الاقل تقريبا، عفوا، وكان حاضر بشكل جيد مع نادي الشمال اليوم اساسيا في هذه المواجهه. فرصه الان من اجل التعديل، الصفاقسي ملعوب، المحاوله خطيره جدا لجارضيه الملعب، وصلت كره بين الشريفيه الى ركله ركنيه. هذه اجواء المنافسات محليا، ودخل الى اجواء المنافسات افريقيا ايضا لعب مباراتين سوبر. قدم الترجي في شوط المباراه الاول مبكرا على مستقبل سليمان، لكن انتهت المواجهه 2-2. تعود المحاوله خطيره من اجل الثاني، من اجل الثاني، من اجل الثاني، من اجل الثاني. فاوي مرت بجوار القائم الايسر لحارس المرمى دحمان وتحولت الى خارج الترجي من اجل هدف اخر في شوط المباراه الاول، لكن الكره الى خارج ارضيه الميدان بالقدم الى خارج ارضيه الملعب خطيره. وصلت الى اللاعب كريس كوكو، عرضيه من كوكو داخل منطقه الجزاء، لكن بعد ذلك المحاوله كوكو بشكل مثالي جدا ما بين لاعبين الصفاقسي، وصلت الى دياكيتي منتخب موريتانيا. كان بالمقابل خطيره للترجي، خطيره للترجي، خطيره للترجي. راسي محاولة لا زالت في ارضيه الملعب، لم تتجاوز خط المرمى، ملعوبه الكره راسيه خطيره، لكن ايضا تغطيه دفاعيه وابعاد في شوطها الاول. المجموعه الثانيه، لكن نحن الان في المجموعه الاولى. اول كوليبالي يعيد الكره، المحاوله بتسديده تاتي من مسافه بعيده، لكن خط المباراه الاول هنا يوسف السرايري بشكل تفصيلي بحول الله عن وضعيه بطوله الدوري في هذا الموسم، لكن هنا محاوله لمصلحه مستمره على امل اخير بالنسبه للصفاقسي. كره داخل منطقه الجزاء خطيره جدا، لكن ايضا يعملوه اللاعبه. عجبني كثير انا رشاد العرفاوي اللاعب هذا اللي على فكره اللاعب هذا ما صرش عليه ضجه كبيره كي جا للترجي الرياضي، قاعد يعمل في مردود كبير برشا دفاعيا وهجوميا. الفارت عمل مقابله كبيره ضد الترجي اليوم، كوليبالي نجم نقولوا فسخه معناتها في الشوط الثاني، جات ركنيه الهدف اللي توجت المجهود اللي قاعد نحكيش على الكل معناها.
خليه ربيع ندري شويه، معناه انت شويه وربيع شويه. ربيع بالنسبه لنيدريدي صفيقسي مع بدايه شوط المباراه الاول. ركنيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء، محاوله راسيه خطيره جدا خطيره. لا 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 يسجل الترجي اموري جراندي باسيوني يسجل ويتقدم هدف المباراه الوحيد، هدف المباراه الوحيد بشكل كبير جدا من خلال نتيجة المواجهة وبأول أهداف اللقاء وبأقدام توغاي. توغاي يضع الكرة في المرمى ويعلن عن التقدم المستحق. محمد أمين يضع كرة في شباك أيمن ويسجل أول أهداف في المواجهة ليتقدم الترجي قبل الدقيقة 20. التوقيت المناسب لم يكن التدخل بالشكل المطلوب، لا زالت مستمرة وقائمة، عرضية ملعوبة، أوهو. مطالبة بعد ذلك التدخل وقرار الخطأ يأتي لمصلحة نادي الترجي. هذه الكرة اللي فيها التدخل اللي كان فيها نأتي المرتدة عن طريق دياكيتي، دياكيتي دياكيتي مرت من أمامه. فسات بطولة هذا الموسم من أصل 16 نادي بانتظار من يصعد. كرة بمحاولة ملعوبة وتسديد اصطدمت. وائل من المجموعة الثانية يتأهل والظهور الأول في الدوري للصفاقسي والترجي بحكم أن مباراتهم في الجماعة. نشاهد هنا إيوالا اللاعب النيجيري الذي دائما أكيتي وهشام النقاش. هذه تشكيلة الصفاقسي مع محاولة خطيرة الآن ملعوبة أمامية لكن هنالك راية موجودة. تذكير بمن التحق بنا الآن، هذه المباراة في الجولة الثانية من أمامنا هنا في هذا اللقاء ومن خلالي ابحث من خلالها بكل تأكيد. الآن إسماعيل في نسخته الماضية. تعود المحاولة مرة أخرى وتعود المواجهة. من مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم هنا على بداية شوط المباراة الثانية، التدخل بصافرة ومحاولة بخطأ ملعوبة بشكل مباشر تسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. محاولة بن رمضان يبحث بكل تأكيد عن التعديل. الترجي يبدا بافضليه شوط المباراه الاول، يبحث عن الثاني يسدد لكن في احضان دحمان، في احضان دحمان التسديده نعم نعم رشيد عرفاوي هو من يترك ارضيه الملعب وايضا البجيد وقدم حضور مميز وبالتالي لا اعتقد بانه هو قرار فني. لازال تماماً نصف ساعه، لا زال تماماً نصف ساعه. كره بمحاوله من الجهات اليسرى، المحاوله مستمره لا زالت قائمه تسديده. لا 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 الاسماء اللي موجوده على التغييرات منطقيه جدا. كره بمحاوله داخل منطقه الجزاء لكن ايضا مشموم يستعد للنزول الى ارضيه الملعب خلال لحظات قادمه. كره بمحاوله الحرزي يسدد ايمن. تبديل حاضر على مستوى شوط المباراه الثاني وتبديل الى خارج ارضيه الملعب. مشموم راح ياخذ مكان مين؟ كره تصل الى الجهات اليسرى الان، البحث عن العرضيه لكن ايضا تصدي دفاعي في توقيت مميز. مره اخرى أمامية لمصلحة صفاقسي. انتصف شوط المباراة الثاني مترجي، لذلك يعني الحديث عن أنه في مباراة اليوم حتى هذه اللحظة بلا شيء. هنا وصولا إلى الدقائق العشرين الأخيرة، كرة بمحاولة ملعوبة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية. وضعية الصفاقسي من خلال قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي. هنا تبديل آخر في تشكيل ترك أرضية الملعب. أيوة لا يترك أرضية الملعب بشكل جميل. عودة بعد ذلك بمحاولة وتسديد أمامية سهلة عند حارس. صامدون منذ الدقيقة رقم 20 منذ أن سجل توغاي هدفا في مرمى الحارس دحمان. تعود المحاولة بتسديد هذه الكرة والمحاولة والتسديدة بالقدم اليسرى. حلوة حلوة باستمرارية اللعب، لا وجود الخطأ في اللقطة وفي المحاولة الماضية لا زالت مستمرة. تأتي من الجهات اليمنى البحث عن المرور. حلوة حلوة على مشاري في منطقة الجزاء خطيرة لمصعب بالنسبة للنادي الترجي من خلال أحداث شوطي أو من خلال عفوا مباريات دوري المجموعات. تبديل للصفاقسي في الانتظار. كرة بمحاولة أمامية خطيرة من أجل الثاني ملعوبة ركنية، ركلة ركنية. محاولة بتسديدة من جديد ترك الترجي هذه المرة عن طريق أمل حمام سوسة.
يوم السبت القادم، لا والله السبت يوم ايضا في نفس اليوم مع نجم المتلوي، عفوا في 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 النهائيات. كره بمحاوله ملعوبه داخل منطقه الجزاء خطيره، لكن ايضا تحولت، عادت الكره مره اخرى أندية التونسيه. نحتاج الى ان نسمعها بحول الله في القريب العاجل ولو بشكل تدريجي. كره بمحاوله داخل منطقه الجزاء، ابعدت تسجيل هدف قادم في هذه المواجهه من الصفاقسي. كره بمحاوله وتسديده لكن ايضا اصطدمت. هذا راضي الجعايدي، 105 مباريات دوليه، فيترك ارضيه الملعب. بن شوق مكان بن خليفه، كره بمحاوله راسيه خطيره ابعدت في كوليبالي. حضور جيد للايفواري كوليبالي، طالت الكره فريق المدافع. وبطاقه حمراء تظهر على مين؟ بطاقه حمراء ربما وصول الى هدف التعادل. الكره لا زالت مستمره، لا زالت خطيره داخل منطقه الجزاء دخول، لكن اي رقم الذي يحمله مدرب نادي الترجي حاليا راضي الجعيدي. كره بمحاوله مرور مثاليه جدا، لا زالت مستمره قائمه. الله 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 الله، لكن رايه. لماذا نحرم من لقاء ديربي كبير ما بين الافريقي وابعاد؟ يوسف الصرايري مشاهدينا الكرام يعلن نهايه احداث هذه المواجهه بفوز الترجي بهدف مقابل لا شيء. We'll be right back.